قرار غريب من مساعد ايضا. الكره كانت عرضيه في اللقطه الماضيه. محاوله خطيره والثاني. الثاني ايضا من جي سي جون. الثاني ايضا ياتي من جي سي جون في اللقطه الماضيه. وبالتالي هدير استاذ البحرين الوطني ايضا وسط تسجيل جي سي جون لهدف ثاني من المدرجات المتواجده في الجهه اليسرى. جي سي جون ينجح في هز الشباك وللمره الثانيه في شوط المباراه الاول من المباراه وفي الدقيقه الاخيره. هذه عانى الكره الماضيه وصلت لجي سي جون.